السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ بتمنى تكونوا بخير. بالنسبة للجزئية بتاعة الادرسنج مود، كان الدكتور قال ان في مسائل هتبقى عليها، فدي المسائل اللي موجودة في الادرسنج مود. طيب حاليا المسألة دي صفحة 69 من البي دي اف وصفحة 132 من السلايدز. طيب تعال كده نقرا السؤال ونشوف هو عايز ايه. بيقول لك ان هو عايز يكتب برنامج هيجمع لي رقمين، رقم كل رقم منهم مكون من 32 بت. أول رقم هيتخزن في اللوكيشن ده، وتاني رقم هيتخزن في اللوكيشن ده، والناتج بتاعهم هيتخزن لي في اللوكيشن ده. طيب تعال نشوف الحل ونشوف هنشرح الحل ده ازاي. هو قالك ان كل رقم منهم مكون من 32 بت، واحنا عارفين ان اللوكيشن الواحد في الميموري عندنا بيشيل 8 بت، فبالتالي هنحتاج ان 4 اماكن عشان نخزن فيهم كل رقم من الارقام دي. فهو ده اول رقم متخزن في من اول لوكيشن 100، تمام؟ او احنا هنتكلم عن اول اوفست 100، تمام. وعندك تاني رقم هيتخزن من اول اوفست 200، والناتج هيبقى متخزن من اول اوفست 300، تمام. احنا عارفين ان احنا عندنا الريجستر السايز بتاعه 16 بت، فبالتالي هحتاج في البداية ان كل رقمين من دول يتخزنوا في ايه، يتخزنوا في ريجستر. لكن قبل ما نتكلم على حكاية التخزين وكده، هل الداتا دي انا هفترض ان هي موجودة في الميموري ولا انا راح احطها بنفسي؟ لا، في الواقع هو الدكتور هنا في المثال ده، في الحل ده، هو مفترض ان هي متخزنة في الميموري، يعني الرقم ده متخزن في الميموري، تمام. انا ما علي الا ان انا همسك الادرس بتاع رقمين واشتغل عليه. طيب تمام، هو هنا عمل ايه؟ ده الحل بتاع البرنامج. هو هنا عمل ايه؟ كل اللي هو عمله ان هو اول حاجه هو عايز ان هو ياخد الداتا دي من الميموري. احنا قلنا الداتا دي موجوده في الميموري، فبالتالي هيبدا ان هو يخزن الادرس بتاع الداتا دي في، قصدي هيبدا ان هو ياخد الداتا دي يخزنها في ريجستر عشان يبدا ان هو يعمل عليها عمليه الاد. طيب هو اول حاجه قام عامل ايه؟ قام قايل لك والله موف، انا عايزك انك انت تاخد لي نسخه من الداتا اللي موجوده في الاوفست ده. طبعا لما يبقى فيه اللي هو سكوير براكتس دي، معنى كده ان انا هاخد الداتا اللي موجوده داخل الاوفست ده، تمام. فانا هاخد الداتا اللي موجوده داخل الاوفست ده اللي هي موجوده هنا، تمام، واحطها في الاي اكس. طيب الاي اكس ده السايز بتاعه قد ايه؟ قال لك 16. قال لك معنى كده ان انا هاخد الادرس ده، تمام، اللي هو 8 بت ده، وهاخد الادرس ده اللي هو 8 بت ده، تمام، بحيث ان هو هيملى لي الاي اكس كله. قال لك تمام. قال لك ايه تاني؟ قال لك هتروح برضه تاخد لي اللي هو اللي موجود في ادرس 200 اللي هو اول اتنين دول بقى زي ما احنا اتكلمنا، اول اتنين دول، ويتحط في البي اكس. طب ثواني، هو ليه اخد هنا اول اتنين واخد هنا اول اتنين؟ ليه ما خدش مثلا ده كله على بعضه وبعد كده خد ده كله على بعضه؟ قال لك انك انت لو عاوز تجمع رقمين 32 بت، فانت بتجمع 16 بت بتوع الرقم الاول مع 16 بت بتوع الرقم التاني، وبعد كده 16 بت بتوع الرقم التاني الاول مع 16 بت بتوع الرقم التاني، كل 16 بت لوحدهم في الاخر هيطلع لك الناتج بتاع ناتج الرقمين بتاع ال 32 بت، تمام. فهنا هيبدا انه يعمل ايه؟ هيبدا انه يعمل اد ما بين الاي اكس والبي اكس، تمام، يعمل اد ما بين اللي هو الاي اكس والبي اكس. فكده جمع الجزء ده، تمام، مع الجزء ده، تمام، جمع دول مع بعض. طيب تمام، فاضل الجزء ده والجزء ده بنفس الفكره برضه. هيبدا ان هو ياخد اللي موجود في الاوفست في المكان ده، يبدا ان هو يحطه في الاي اكس، وبعد كده يبدا ان هو ياخد اللي موجود في المكان ده ويحطه في البي اكس ويعمل بينهم اد. لكن تاخد بالك من حاجه، ان هو هنا مكتوب ايه؟ مكتوب اللي هو الاد بالكاري بتاعها. يعني ايه اد بالكاري؟ قال لك والله انا في اول عمليه جمع في البرنامج بتاعي بعمل اد اللي هي العاديه من غير ما اخد الكاري في الحسبان، لكن تاني عمليه جمع بما ان العمليتين دول مرتبطين ببعض، فانا لازم اخد الكاري الناتج من العمليه دي احطه في العمليه دي. يعني اخد الكاري الناتج من العمليه دي احط في العمليه دي، فلازم اخد ايه؟ اخد الامر بتاع اللي هو الاد بالكاري بتاعها،
تمام. وهنا هيجمع ايه؟ هيجمع البي اكس على الاي اكس، تمام، على الاي اكس، ويحط الناتج في الاي اكس، تمام. وبعد كده هبدأ ان انا اخد اللي موجود في الاي اكس احطه في اللوكيشن اللي هو مدوني ده او الاوفسيت ده، تمام. بس ده البرنامج ده محلول بطريقة تانية، يعني ده نفس البرنامج بس محلول بطريقة تانية، بس ده ابسط حل، تمام. ده كان حل البرنامج، اتمنى اكون الدنيا يعني واضحة اكتر. لو في اي حد منكم عنده اي سؤال بالنسبة للبرنامج ده يقدر ان هو يسألني على الواتساب.